الطالب دحماني احمد. اليوم رانا متواجدين بقسم الاداره والتسيير الرياضي من اجل مذكره التخرج بعنوان العناصر البيئيه للعمل وتاثيرها على الاداء الوظيفي للعاملين في المنشات الرياضيه. نشكر جزيل الشكر اعضاء لجنه المناقشه وعلى راسهم الاستاذ الدكتور طاهر بريكي رئيسا، والسيد الاستاذ الدكتور حملاوي عامر مشرفا ومقررا، والدكتور رابح برباخ عضوا ممتحنا، لابوا انه يحضروا وتفضلونا في هذه المناقشه. كما اتقدم بالشكر الجزيل الى كل الاساتذه الافاضل بمعهد الستافس على دعمهم خلال مساري الدراسي، واتقدم بالشكر الجزيل الى زملائي بالقسم الذين رافقوني كذلك في هذه المسيره العلميه. لا يخفاك ان بهذا المعهد معهد التربيه البدنيه اللي اصبح قطب في ولايه المسيله واللي نتمناو له المستقبل سواء في جميع الاقسام على المستوى جامعة المسيلة. وشكرا. محمد بن عبد الله خاتم النبيين، في هذه الصباحية المباركة سنناقش مذكرة ماستر للطالب المجتهد حمان حميدة تحت إشراف الأستاذ المحترم الأستاذ الدكتور عامر حملاوي بمعية الأستاذ الدكتور رابح برباخ مناقشا. بداية أرحب بالحضور الكريم وعلى رأسهم السيد مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية الأستاذ الدكتور فتح يعقوبي، والسيد مدير ديوان مؤسسات شباب الرياض المسيلة أستاذ زواك، وكذا مدير ديوان مركب أستاذ شتوح، وكذلك نائب المستشار الولائي الأستاذ الدكتور فرحتية بوزي. كذلك نرحب بأسرة قطاع شباب الرياضة الأسرة الجمعوية أستاذ بشير ديروي وأستاذ الحواس أحمد، ونعتذر عن الذين ممكن سقطوا سهوا. في البداية من جرى العادة نمنح للطالب مدة 10 دقائق يعطينا عرضا موجزا عن ما جاء في عمله. اسمحوا لي جميعا أن أرحب بالسادة أعضاء اللجنة المناقشة لهذه المذكرة، السادة الأفاضل الأستاذ الدكتور بريكي طاهر رئيسا، الأستاذ الدكتور حامد عملاوي عامر مشرفا ومقررا، الدكتور برباح رابح عضوا ممتحنا. أرحب بكل الحضور زملائي في الدراسة والعائلة الكريمة إخوتي اللي راهم متواجدين معنا، كما لا ننسى طاقم الإعلام والإتصال الأستاذ بلال الحريزي وعمي رشيد الطبي اللي حضروا معنا في المذكرة اليوم بعنوان الخصائص البيئية للعمل وتأثيرها على الأداء الوظيفي لدى العاملين في المنشآت الرياضية. والدراسة كانت دراسة ميدانية بديوان مركب متعدد الرياضات. الخصائص البيئية للعمل على الأداء الوظيفي للعاملين في المنشآت الرياضية وتسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي يتأثر بها الخصائص البيئية للعمل في هذا السياق الفريد. سيتم تحليل الأبعاد المختلفة للمناخ التنظيمي وتحديد تأثيرها على مستوى الأداء للعاملين في المنشآت الرياضية لتعزيز الخصائص البيئية للعمل وبالتالي تحسين أداء العاملين. وست
تسبنا هذه الاستراتيجيات إلى نتائج الأبحاث الحالية والأدلة العلمية المتاحة في هذا المجال، وتناول هذا البحث يعتبر خطوة هامة في فهم التفاعل المعقد بين الخصائص البيئية للعمل والأداء الوظيفي في المنشآت الرياضية، يمكن أن يساهم في تعزيز الوعي والتفكير الاستراتيجي للمديرين وصناع القرار في هذا القطاع، وبالتالي يساعد في تحقيق الأفضل والنتائج والتميز في الأداء. ومن خلال ما سبق قمنا بطرح الفرضيات التي من الممكن أن تكون تمهيدا لمعالجة بحثنا، والتي ارتأينا أن تكون على النحو التالي: الفرضية العامة للخصائص، للخصائص البيئية للعمل تأثير على الأداء الوظيفي لدى العاملين في ديوان المركب المتعدد الرياضات في ولاية المسيلة. فرضية الجزئية تكون هل للخصائص البيئية للعمل تأثير على مستوى تنفيذ المهام لدى العاملين في ديوان المركب المتعدد الرياضات. للخصائص البيئية للعمل تأثير على تطور الوظيفي لدى العاملين في ديوان المركب المتعدد الرياضات لولاية المسيلة. ويهدف بحثنا هذا إلى تحقيق الأهداف العلمية والعملية التالية: الأهداف العلمية، التعرف على الخصائص البيئية للعمل بعناصرها وأبعادها المختلفة، التعرف على الأداء الوظيفي مفهومه ومحدداته، التعرف على مدى تأثير عناصر المناخ التنظيمي على الأداء الوظيفي للعاملين. الأهداف العملية، إعطاء فكرة واضحة عن الصحة التنظيمية وإلقاء الضوء على نقاط القوة التي يجب تعزيزها وعلى نقاط الضعف التي يجب القضاء عليها أو محاصرتها بظاهرة أو موقف معين حول مجموعة الأفراد أو مجموعة الأحداث أو مجموعة معينة من الأوضاع. إن المجتمع يعتبر شمول كافة وحدات الظاهرة التي نحن بصدد دراستها، وبلغ حجم المجتمع 60 موظف تابع لديوان المركب، وتمثلت عينة بحثنا في 30 موظف، حيث وزعنا 53 استمارة واسترجعنا 30، وقد تم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل. وتعتمد كل الدراسات على أدوات البحث كحجر أساس لمعرفة وجمع المعلومات اللازمة على الدراسة من أجل بلوغ حقائق وأهداف هذا البحث. خصائص السيكومترية لمقياس الضوابط المهنية: الثبات والصدق. الثبات يعتبر من العوامل الهامة أو الخصائص الواجب توفرها لصلاحية استخدام أي اختبار، فالمقياس الثابت سوف يعطي نفس النتيجة تقريبا لنفس الشخص عند إجراء القياس لمرات عديدة في نفس اليوم أو في أيام مختلفة. التسيير الاستراتيجي الحديث وفق تحديات الراهنة: عقد ندوات تكوينية لمختلف إطارات تابعة للديوان، وذلك قصد تقريب المعارف وتجسيد مبدأ التشاركية والحوار، محاولة تجسيد نسق الخصائص البيئية للعمل الجيد في مختلف المنشآت الرياضية وبصورة واحدة، الحث على رقمنة المنشآت الرياضية مع الدواوين الرياضية، تطبيق المحددات الأساسية للخصائص البيئية للعمل قصد الحصول على مردودية أكبر من الموظفين، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية للديوان. نشكره على هذا العرض الوجيز وهذا الموضوع المهم جدا، اللي هو توفير مختلف متغيرات للعامل لتحسين الأداء. في البداية تاع الإدارة والعلماء والرواد السابقون خصوصا في المدارس القديمة والمدرسة الكلاسيكية، كانت ترى أن العامل أو الموظف عبارة عن آلة مطلوب منه أداء عمل وتلقي راتب لا غير. في النظرية الحديثة نجد أن هناك أصبح اهتمام كبير بالجانب الفرد أو العمل الذي هو أصبح محور العملية الوظيفية، فبحيث أنه لابد أن اهتمام بحاجاته النفسية وحاجاته الاجتماعية لتحقيق ولتحسين من الأداء تاعه، كما وجدنا في مثلا في هرم ماسلو للحاجات النفسية من ضمن ذكرى في المقاييس السابقة. يعني نشكره، كان عرضك ممتاز جدا بالرغم أنه مطول. نحيل كلمة قبل أن نناقش الأستاذ مشرف، ممكن تعطينا إضافات
عما خفي عن القلب. تفضل مشكور استاذ حملف. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. من بعد اشكر اللجنه الموقره على راسها الاستاذ الدكتور بيكي طاهر والاستاذ الدكتور طباخ على قبولهم لمناقشه هذا العمل الذي يدخل ضمن متطلبات لشهاده الماستر تخصص تسيير المنشآت الرياضيه والموارد البشريه من انجاز الطالب دحماني احمد. كما لا يفوتني ان ارحب الساده اعتبرهم زملاء في قطاع الشباب والرياضه من مدراء للدواوين وكذا عاملين بقطاع الشباب والرياضه وشركاء اجتماعيين في قطاع الشباب والرياضه وعلى قسم رؤساء الرابطات والجمعيات. والله انا جيت مسرور يعني فاجأني الطالب دحماني احمد بالعرضه اللي دارها المجموعه حتى انها تدخل ضمن السياسه العامه لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي وهي الانفتاح على الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين للقطاع ويعتبر قطاع الشباب والرياضه هو شريك اجتماعي. فبالتالي احنا عهدنا أن مختلف الدراسات العلميه اللي نقوم بها توضع في رفوف المكتبات لكن السياسه الجديده اللي اتخذتها وزاره التعليم العالي كانت تامل ان مختلف البحوث تكون بالشراكه مع الشركاء الاجتماعيون والاقتصاديون. اليوم الحمد لله انه نوجدوا انه الدراسه هذه المعنيين بالدراسه موجودين على راسهم مدير مركبات مركب متعدد الرياضات مدير مؤسسات الشباب وكذا العاملين في القطاع المعنيين او اللي كانوا هما عينات الدراسه. فبالتالي هذا هو الهدف المنشود من خلال الدراسات العلميه والاكاديميه اللي رانا نقوم بها. والله التدخل تاعي راح يكون في شقين. الشق الاول راح نتحدث على ظروف و اللي ساهمت اننا نحسوا بالمشكله هذه نختاروا الموضوع مع الطالب. والشق الثاني راح يكون حول الطالب في ذاته. بالنسبه للموضوع الخصائص البيئيه للعمل وتاثيرها على الاداء الوظيفي لدى العاملين في المنشآت الرياضيه هذا نقدر نوجدوه ونلتمسوا هذه المشكله هذه تقريبا في كل مش قطاع شباب الرياضه في كل القطاعات لما يكون واثبتت الدراسات انه لما يكون بيئه العمل ولا الرضا الوظيفي ما كانش عند العامل راح ياثر على الاداء نتاعو. طبعا اربطنا هذ المتغيرين بالذات على اساس اداء وظيفي داخل المنشآت الرياضيه ونظن انه الطالب يعني وفق الى حد بعيد في الخوض في هذا المجال من خلال استعماله لاداه تحتوي على 21 عبارة من خلال كذلك معالجته الإحصائية عن طريق برنامج الـ SPSS ومناقشته لمختلف البيانات الموجودة من خلال الدراسات السابقة والدراسات النظرية التي سبقت الموضوع استطاع أن يعطينا مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات والاقتراحات التي نأمل أن يعمل بها في قطاعنا قطاع الشباب والرياضه ولما لا في باقي قطاعات الاداريه الوظيفيه. بالنسبه للطالب دحماني احمد طبعا درس بدايه يعني درس عندنا بدايه من 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 طور الليسانس من السنه الاولى ليسانس ثم اتم درجه الماستر. يتميز الطالب بالمثابرة والأخلاق الرفيعة جدية بجديته كذلك في العمل وهذا ما يثبته كما يقولون خاتمتها مسك ما يثبته هذا العمل المنجز. إن شاء الله نتمنى التوفيق للطالب في الدراسات العليا مستقبلا ونتمنى التوفيق للجميع
وشكرا. مناقش ميدا العلم يقول لك رحم الله عبدا اهداني علم. انت درت عمل واجتهدت فيه، ممكن فيه بعض النقائص او بعض الاضافات ستزيد من قيمته لا تلقى منه. نشكرك عندك يعني كنت كبير بعملته، خاصة الجد المنهجي اللي تمسدني واضحة الأستاذ مجهد. ممكن بعض ناقص مع الأستاذ المناقش راح يزيد يسلم في هذا العمل. أقلها بصدر رحيم وتفضل مشكرك. بسم الله الرحيم، صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليه وسلم. لي عظيم شرف ان اكون ضمن هذه الموقعه التي ترقصها البروفيسور الدكتور بريكي بصفته رئيس اللجنه، ومن البروفيسور عام كبير بصفته معكم. كما ارحب بكل ذي مقام يكون بوجودي، ارحب بصالح احمد ولكن واصل. أنا من أقرب هزل الاعتكابية، معناتها كنا على تواصل خاصة مع ليسونس، ليسونس والماستر. ليسونس لحد واحد المرحلة خاصة، نحكوا لي حنايا كيما حنا منشقين، منشقين جنبك اللي تخدم خدمه مليحه ودرت خدمه مليحه، واللي ما خدمش خدمه مليحه ومش من جنبك. من ناحيه الشكل داخل الشهر المذكره مشهد، قيدت المنهجيه تاع المعهد، الشكل تاعها، منهجيه البعث، خطوه تاع خطوه منهجيه، حتى الاساليب الاحصائيه اللي نقرا فيها حتى في جانب الاحصاء. كنت نستنى في خدمة وكنت موجد روحي شوية، ما شفت الإنسان كي يلقى ثغرة قدامه ويتلاعب، غير الأسلوب بواحد الطريقة كيما نقولوا حنا هي قانونية وصحيحة. التفع على الهوا نتاعي كيما نقولوا حنا عاود درت سبع الأسلوب الإصلاحية اللي هي تنقل الإنقلاب نتاع البسيط. بصح كي تقرا العلم تجي في راسك هذا الفكر، بصح كي تدخل للداخل تلقى طالب موفقة في اختيار الأسلوب، وموفقة حتى في بطريقة تهرب من الإشكال هذا. معناتها لو كنت تبع في الأسلوب هذاك راح نبات هنا حنا نعرفش. مشكور على العمل هذا. ما كانش عمل سهل، ما فيش نقائص، كلمة الله سبحانه وتعالى. كاين أمور لازم تصبر شوية، لازم لأنه راح المذاكرة هذه تبقى في المنتدى وتبقى صدقة جارية عليك غير المشرف. الناس اللي راح يسمعوا خاصة الموضوع هذا ما همش شوف طلبة في نفس اللي هي الجوية ما تعرف في الدراسات نقول هنا دراسة سابقة الناس أحسن ما لدينا نوجهوا قد ما قلنا ما الشيء اللي نعبروا عليه نوجهوا نبداو نستثمر نبداو أول حاجة نروحوا للمقدمة المقدمة تبقى مشوي معناتها بداية المقدمة بما خلوا فراغ المقدمة تعتبر خصائص بيئية معاك معايا خلي واحد يسقط هكا وصمتي الوضع باش بدا يسقط ثاني أمر تبني المقدمة تاعك إصلاح معناتها معلومة مؤكدة هذه تعتبر خصائص بيئية عنصرة داكشي أنت اللي قلتها ماشي أنا اللي قلتها
البداية بتاعها. كانت دراسات مش بعض الدراسات. مدة الحديث من الحديث القديم. الدراسات صح صح موضوع جاد. نحكي تعليم عدد. سكين عنصر سيدي. مجالات استفادة. مجالات استفادة بدراسات سابقة. ما بكرش يدوش. يدوش سند عليها. مش ليش. مش تبقيها. ندير دراسة إصلاحية. شكوها دراسة استجابية. تقرأها تبدأ تعريف إجراءات الداع معايا أفراد عينة ناس إصلاحية ما درجمش ليه لا بصد درجمش العنصر هذا ترك دي من تحت السفر يديرو سرعة يديرو هناك دي الزم حطه هناك إن شاء الله ستأخذ بعين الاعتبار الموضوع المذكر اللي هو الخصائص البيئية للعمل وتأثيرها على الأداء الوظيفي للعاملين في المنشآت الرياضية هو موضوع مهم جدا جدا حيث أن الجامعة ومديرية شباب والرياضة دائما في اتفاقيات موجودة حول الجانب الرياضي سواء للنوادي الرياضية أو الهياكل الرياضية التابعة لمديرية الشباب والرياضة وكذا الجامعة. اليوم الأستاذ بن شتوحة جاني قال لي دخلت للجامعة وجيت مكسب كبير من الهياكل الرياضية والنوادي نتاعنا اللي راهم ينشطوا في الجامعة. هذا جانب مهم جدا. العامل يحتاج إلى تحفيز في مجال عمله بالنسبة للمنشآت الرياضية وكذلك يحتاج إلى انضباطه وخدمته خدمة عمومية مقدمة لهذا الجانب. نشكر أستاذ على هذا السؤال الوجيه وبارك الله فيك وشكرا على الشيء. نشكر الطالب على سعة صدره. نقولوش إحنا صراخ العقل ولا مصراخ الدار. الانضباط ما كانش تقول ما عندوش مسؤولية ما عنده حتى ما عنده حتى تلقاه يتغير ما يحضرش بمبار ما سرقها ما على باليش كفاية ما خدمش فيه سر مشهور مذاكرة أنا أحب أسنع أقول إلا تبعو في الوجه جزئية باك أنا شعب أذكرك أعطيتها الوقت الكامل ثم اللي أعطيتونا الوقت وإحنا يا استغفر الله مش نفليا وإحنا استغفرنا في الوقت مع الأستاذ المشاهد إن شاء الله توفيق الشباب وإلك المال سيدك تعتبر هذه آخر محاضرة لي في هذا الطور طور الميم والجسم تحصلت على الميم بعد أن إن شاء الله تحصل على الميم أتمنى لك إن شاء الله التوفيق في الدرجة الأخيرة إن شاء الله في حماية المستوى تاع الماستر مش مطلوب من الطالب أنه يدي على إبداع أو موضوع يكون أصيل أو يكون المشكلة تكون ملموسة المطلوب منه هو عبارة عن تدريبات أو مقياس تكويني على منهجية البحث العلمي وبجادياتها إن شاء الله تكون فاتك هذه التجربة الملاحظات منها تكون تقيدها وتسجلها وممكن إذا كانت عندك إضافة ولا أساتذة سيد حمد سيد حمد تقوم بالطالب أنا الحمداوي مشرفا ومقررا على كل الجهود والمرافقة العلمية خلال مسيرتي العلمية سواء في ليسانس أو في الماستر لأنه قدم لي الكثير والكثير في مجال العلمي كما أتقدم بشكر جزيل إلى أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة هذه المذاكرة لتفضلوا وقابلوا هذا الموضوع برحابة صدر أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل الحاضرين الذين لبوا الدعوة لحضورهم لهذه المناقشة لرغم ارتباطاتهم في مجال عملهم وارتباطاتهم العائلية أبوا إلى أن يحضروا معنا هنا بارك الله فيهم
وشكرا للجميع والسلام عليكم. شكرا استاذ ميدان. لمسه تاعو في المذكره هذه. كذلك نقول لشركائنا في قطاع الشباب والرياضه اهلا وسهلا بكم. ابواب المعهد مفتوحه سواء التكوين او المنشآت الرياضيه او الاستشارات او تبقى يبقى القطاع التعليم العالي وقطاع الشباب والرياضة خاصة بالنسبة لمعهد علوم وتقنية النشاطات البدنية والرياضية مكملة لبعضها إن شاء الله مزيدا من الازدهار والتألق لكلا القطاعين في المستقبل والتوفيق للجميع. شكرا. سعيد أنا بتواجدي في هذا المنبر والصرح العلمي جامعة المسيلة معهد علوم وتقنية النشاط البدني والرياضية وبحضور أيضا لمناقشة مذكرة ماستر للزميل أحمد الرحماني. أراه قد وفق في اختيار موضوع ثانيًا بما أنه ابن الميدان وله علاقة بالمنشآت خاصة الرياضية والشبانية خاصة الرياضية موضوع البحث أو المذكرة، فقد ألم بالكثير من الجوانب خاصة أهم جانب وهو الموظف، لأن استغلال الموظف والموظف إذا كان يعمل بارتياح وفي بيئة تشجع على العمل والإبداع طبعا يكون نجاح للجميع. هذه بصيرة مجزأة أهمونا. شكرا. احنا نقولوا عادة المسير المليح هو اللي يقدر هو اللي يقدر يكسب، هو اللي يقدر يجعل من العامل عوض أن يعطي 50% يعطي مثلا 55% 60% 70% العامل والموظف. إذا ما كسبتوش مديا واستعملت سلاح العصا فقط كما يقال العملية ما تمشيش، لابد من الصرامة، أيضا لابد من المودة وخلق جو أخوي جو تنافسي بين العمال، لأن الهدف واحد هو النجاح في العمل. أشكر الأستاذ الدكتور بشير أحمد على مرافقته لنا في هذه المذاكرة وبارك الله. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، قبل ما نشرع في تلاوة محضر مناقشة نشكر الجميع على سعة ورحب صدرهم للاستماع والحضور هذه المناقشة القيمة، كما نرحب بأهل الطالب اللي نعتذر منهم والولد تاعه ان شاء الله مدى بصحة مخول هذا مش ليه. بعد المناقشة العالمية والمداولة السرية وكذلك نطلب من الطالب تعديل ما هو مطلوب منه، وتم منح علامة 16 من 20 وهي العلامة من الصحافة الأعلى من كيف أكثر سنة بكم وبالبركة عليك سي حميدة إن شاء الله.
وصبروا معنا وحبونا ان شاء الله. هذا ما هو التكريم رمزي لكاتب رمزي ان شاء الله قدرها من الزيادة وان شاء الله ندعم لكم الدراسة ان شاء الله. إذن اليوم رانا حاضرين في معهد علوم وتقنية نشاطات بدنية ورياضية بمسيلة من أجل حضور مذكرة مناقشة مذكرة زميلنا الأستاذ دحماني أحمد. يعني كانت مذكرة في المستوى ما شاء الله. من هذا المنبر نقول له ألف مبروك، ألف مبروك هذه الشهادة وإن شاء الله العاقبة إلى دراسات عليا إن شاء الله.